إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، فشباب المدينة في هذه الأثناء كينظفوا في أكبر مقبرة بالمنطقة. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر متابعينا الكرام، فنحن معكم مباشرة من مقبرة سيدي محمد بن سليمان. فشوفوا سباك، شوفوا شحال ديال تبارك الله، شحال ديال اللي نقاو، شحال ديال الكمية الهائلة ديال الشباب اللي نقاو مباشرة من المقبرة كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. فكل الشوائب اللي كاينة في المقابر كيتم النقل ديالها مباشرة لهذا المكان. شوف تبارك الله شحال اللي نقاو هذا الصباح، فهذا الشيء صراحة كيبشر بالخير. فشباب المدينة مازال فيهم الخير، كذلك الناس اللي في الغربة وبالضبط الجالية المغربية حتى هي كتقوم بواحد العمل اللي هو كبير وبزاف، انها هي المساند الرسمي والوحيد، المساند الوحيد ديال هاد الشباب. عطاوهم ماتريال، صيفطوا لهم كل شيء، يعني ماديا معاونوهم، ماديا معاونوهم، معنويا معاونوهم، كل شيء. الحمد لله هذا خير، هذا خير كبير سبحان الله. كما كتشاهدوا معنا شوف شحال الكمية ديال الأزبال والشوائب اللي خرجوا، فهم مازال خدامين. فهذا الشيء صراحة هذا الشيء كيبشر بالخير متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا شوفوا معنا الشباب أو خيرة الشباب ديال الإقليم كينظفوا في أكبر مقبرة، هي مقبرة سيدي محمد بن سليمان. كنعرفوا كذلك متابعينا الكرام أن هذا العام كان تساقط ديال الأمطار، فيعني الربيع كثر كما كتشاهدوا معنا وسط المقبرة. فكل يوم أو كل يوم أحد هاد الشباب كيجيو كينظفوا هاد المقبرة متابعينا الكرام. فتحية كبيرة وبزاف لهاد الشباب. شوفوا شحال ديال يعني الربيع، حتى كنعرفوا كاملين ان كيكون تساقط، ملي يكون تساقط ديال الامطار فالربيع كيكثر وبزاف. فهاد الشباب كل اسبوع كينظفوا المقبره كما كتشاهدوا معنا، ولكن خاص العوين مازال، يعني خاص ساكنه المدينه انها تعاون، انها تطلع تساعد. فكما كنعرفوا كاملين يد واحده لا تصفق، اليد الواحده ما كتصفقش متابعينا الكرام. فمشكورين اخوان ديال الجاليه المغربيه، فرسلوا لهم ماتريال ديال الخدمه عباره عن مواطر كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. غيتم إذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام مباشرة من مقبرة سيدي محمد بن سليمان. تشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فخيرة الشباب ديال المدينة شوفوا في الأثناء هما كي
إذا فكنتمناو أن الساكنة أنهم يطلعوا يعاونوا شوية صراحة خاص العوين، فخاص العوين متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا. شوفوا تبارك الله، شوف كيفاش كيخليو البلاصة كيفاش كتنقى. ما نساوش كاملين أن عندنا ملي كيكون تساقط الأمطار كيكثر الربيع. شوفوا واش كيديروا هنا، كان الدوم كان كلشي هنايا. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، مباشرة من مقبرة سيدي محمد بن سليمان. صراحة ألف تحية لهم، وكذلك تحية كبيرة للإخوان اللي في الجالية. تحية كبيرة للإخوان الجالية، هما اللي كيساندوهم، هما المساند الرسمي والوحيد، هما المساند الرسمي والوحيد لهاد الشباب. هم الوحيدين اللي كيساعدوهم، هم الوحيدين اللي كيدعموهم، هم الوحيدين اللي أنهم كيدعموهم بالماتريال. فرسلوا لهم مواطر، رسلوا لهم ألبسة كما شفتوا، جيليات حتى الرجل، حتى الرجلين يعني حتى البوط ديال الرجلين كذلك ارسلوا ليهم، حتى النظاظر على حساب باش ما تحط حاجه تدخل من عينهم ولا شي حاجه. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، شوفوا الاخوان خدامين مشكورين، الاخوان صراحه مشكورين على هذا العمل الجبار اللي كيقوموا به. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، انتم معنا في بث مباشر مباشرة من اكبر مقبرة بمدينة بن سليمان، مقبرة سيدي محمد بن سليمان. فكل الاخوان هم مشكورين، كذلك هاد الناس اللي مضحين بوقتهم مخلين كل شيء وجايين، همهم الوحيد هو ينظفوا هاد المقبرة. ولكن راه وجب الاعانة، خاص الساكنة توعى، خاص الساكنة كل طلع تعاون. يعني هادشي راه ما كافيش، عشرة الناس راه ما كافينش. راه كنعرفوا ان موسم تساقط الامطار او ملي كتكون الموسم صابه فيه الشتا كيكون الربيع بزاف. شوفوا شحال ديال الربيع، راه بزاف. فصراحه فخوتنا اللي في فخوتنا كاملين اللي كاينين في ديار المجر كاملين صراحه، المهدي ولا حاتيم ولا كل الاخوان، فمشكورين صراحة كذا. واخا بعاد يعني همهم الوحيد هو أنهم يعاونوا الشباب ديال المدينة، أنهم يدعموهم، دعموهم بالماتريال، دعموهم بكل شيء. فأغلى تحية لهم صراحة، الحمد لله. فصراحة هذا الشيء شكر كبير. شوفوا معنا كي غيدير لها هذي، هذي شجرة وسط قبر. شوفوا هذي الشجرة كيف دايره وسط القبر. فكنناشدوا ساكنة مدينة بن سليمان أنهم يعاونوا، يطلعوا يعاونوا، يد وحده ما كتصفقش. متابعينا الكرام، حتى الإخوان اللي في الديار الأوروبية راهم معاونين وبزاف. يعني هاد الماتيريال باش كيخدموا الدراري راه كلهم اللي صيفطوا، هما اللي تكرفصوا عليه وتمحنوا عليه. الماتيريال كامل اللي قدامكم، من آلات حادة، من جيليات، من ألبسة، صراحة أغلى تحية ليهم صراحة. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام على المباشر، تحية كبيرة صراحة لهاد الناس، لهاد المجهود الجبار اللي كيقوموا به. شوفوا شوفوا الأخ ياسين تبارك الله شنو كيدير. ياسين يمكن خاص الموتور ياسين؟ لا هذا مزيان كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. اذا كما كتشاهدوا معنا كذلك
راه كاينو الشجر كاينو الغوص من القبر. يعني هاد الشباب صراحه هادو هما خير الشباب، هادو هما اللي كيما كيقولوا اللي كيبغي يشريو الجنه ديالهم، باغيين يشريو الجنه ديالهم في الحياه. شوف كما كتشاهدوا مع المتابعين الكرام، كاين الضفويه كل اسبوع، كل يوم احد تلقاهم هنايا، كل يوم احد كيكونوا هنايا كينظفوا هذه المقبره. فهما كلمه ديالهم الوحيده هو انهم بغاو الساكنه انها تطلع تساعدهم، الساكنه تطلع تساعدهم، حيتاش ايد وحده ما كتصفقش، الماتريال كاين كل شيء كاين، يعني خاص فقط اليد العامله. كذلك كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، حنا مازال معكم بث مباشر. كذلك نشاهدوا الماتريال اللي وصلهم، كما شفتوا معنا كاين الموتور ديال الضوء اللي كيقطع، هذا بحال اللي كيزبر الارض، هذا اللي كيقطع هذاك الربيع اللي في الارض. شوفوا معنا الشباب، شوفوا الكم الهائل ديال المخلفات اللي خرجوها من الداخل المتدين. شوفوا معنا المخلفات شعال، هادشي غير هاد الصباح، شوفوا تبارك الله شعال، هادشي كامل دابا خرجوه من المقابر. هانتوما تشوفوا كيفاش ولاو صراحة، فتحية كبيرة لهاد الناس. شوفوا البلاصة هما وصلوا للوسط تقريبا، شوفوا الأول كيولا، شوف كيولا تبان، فولا تبان أصبحت مقبرة مثالية. شوفوا النظافة كيفاش خلاو القبورة، شوفوا معنا متابعينا الكرام، فأغلى تحية لهم صراحة، هادشي هو اللي خاصو يبان. شوفوا معنا، يعني هاد البلاصة هاد المكان تم التنظيف ديالو بالكامل، شوفوا كيفاش ولا متابعينا الكرام. فهذه أصبحت مقبرة مثالية، عكس إذا دخلنا الجهة أخرى غادي تشوفوا الربيع شحال باقي، يعني راه صعيب بزاف، راه واخا كيبان لكم هادشي أنه قليل ولكن راه صعيب. شاهدوا معنا متابعينا الكرام، شوفوا كيفاش ولات المقبرة. يعني هادشي هادي تنقات نضات فينات دازو لجهة أخرى، فالله يوفقهم للخير يا ربي، فهادشي كيبشر بالخير. يعني ناس أخرين أو منتخبين وما داروش هادشي، منتخبين كل سنوات كياخذوا ولاية جديدة وما داروش هادشي اللي دارو هاد الشباب متابعينا الكرام، فهما مازال خدامين، مازال هما وصلوا لهذا المكان متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا، فتحية كبيرة وكبيرة وبزاف لهاد الناس، لهاد الشيء اللي كيقوموا به صراحة. شو معنا، شوفوا القبر كيفاش كيخليها، فالحمد لله هذا الشيء كيبشر بالخير وكيعجب وبزاف متابعينا الكرام. فتحية كبيرة لهاد الناس وهذا العمل اللي كيقوموا به فكل اسبوع هنايا، وكذلك تحيه كبيره للاخوان اللي خارج الديار المغربيه بالضبط، اللي في الديار الاوروبيه، اخوان المقيمين خارج المغرب، اخوان ديال الجاليه المغربيه، فتحيه كبيره لهم وبزاف. فهذا الماتيريال اللي خدمنا به الناس، اللي قونات اليدين، البوط اللي في الرجلين، كذلك جيليت اللي لابسين، كذلك دوك الماتيريال اللي خدام المقوسه الماطر، فكلهم من ديال الجاليه متابعينا الكرام.
اذا متابعينا الكرام غنختموا معكم هذا البث المباشر ونقول لكم كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان والضبط من مقبرة سيدي محمد بن سليمان.